يقول خرجت القرعة أن يذهب إلى الحج، أو تقول ولا يوجد لي محرم غير زوج أختي، سوف يحج مع أختي، هل يجب أذهب معهم؟ طبعا زوج أختك ليس محرما لك، هذا يسمونه تحريم مؤقت وليس محرما لك. فإذا كانت حجة الإسلام أول مرة تحجين فلا بأس مع الحمل، وهذا لا بأس إن شاء الله تعالى. أما إذا كنت حججتي قبل ذلك فلا.